السلام عليكم. ناس كتير من اللي لسه بادئه في موضوع اليوتيوب وبتعمل قناه جديده وبتعمل فيديوهات بتسال ازاي اجيب مشاهدات في الاول، ازاي يبقى عندي مشاهده عاليه مشتركين عاليين. حاجه من الحاجات اللي هم وصلوا لها برنامج تيوب ماين. برنامج تيوب ماين هتلاقي عليه كده اعلانات كتير، وهتلاقي عليه ناس كتير بتتكلم بيقول لك نزله. المفروض ان انت الاول بتجمع نقط، والنقط دي بتجمعها من خلال يا اما اعلانات، يا اما من خلال فيديوهات بتتفرج عليها وبعد كده بتعمل لايك وبتعمل اشتراك في القناه، يا اما بتجمعها من خلال ان انت بتتفرج على فيديو بس. ها بتجمع النقط، وبعد النقط دي ما بتجمعها المفروض ان انت بتعمل اعلان للفيديو بتاعك، وبعد كده نفس اللي انت عملته لغيرك اللي هو النقط جات لك من خلال ان انت عملت اتفرجت على فيديوهات، نفس الكلام الناس بتعمل معاك كده وتجي لك مشاهده وتجي لك اشتراكات ولايكات. مشكله البرنامج في حاجه، انا واحد من الناس قلت اجربه، جربته جالي مشتركين كتير وجمعت نقط، بس المشكله في حاجه، يا دوبك ساعتين ثلاثه بعد ما نزلت فيديو جديد لقيت كل المشتركين اللي جم من خلال البرنامج اختفوا. وعرفته بعد كده ان الفيديو الفيو اللي بيجي او اللايكات اللي بتيجي ما بتتحسبش من خلال قناه اليوتيوب نفسها، يعني قناه اليوتيوب نفسها ما بتحسبهمش. يعني انت لو حابب ان انت تجمع ال1000 مشترك او حابب ان انت تجمع ال 4000 ساعه مشاهده، اليوتيوب ما بيحسبهاش. فانصحكم بلاش حد ينزل البرنامج ده، لانه برنامج يعني سيء جدا، وبلاش حد يعتمد. ان من الحاجات برضو اللي جربتها محدش اللي هو ايه، نعمل تبادل اشتراك، ان انت تدخل على جروبات كبيره ليها علاقه باليوتيوب فتبعت اللينك بتاعك فواحد يشترك في اللينك عندك وبعد كده انت تشترك عنده. كل دي حوارات فاشله جدا. ايه اللي تعمله؟ انك تعمل الفيديوهات كويسه، اضاءه كويسه، حاول التصوير برضو يبقى بجوده كويسه، لان اليوتيوب بيهتم جدا بالحاجات دي. نزلها، نزل فيديو كل يومين، فيديو كل 3 ايام، استمر، ده اهم حاجه. اما ما تعتمدش ان انت تجيب مشتركين او تجيب لايكات او مشاهدات من حته بره. ربنا يوفقنا جميعا يا رب، والسلام عليكم.